Send Egypt through. Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah does it! The celebrations for the Pharaohs. Oh, the last eight. الخمسة قادمة. هم لعبوا ماتش كويس جدا قدام الجزائر واحنا اتفرجنا على الماتش. هم فريق كويس وعندهم لعيبة كويسة وبيلعبوا في مستويات عالية في أوروبا. الجزائر ما كانتش في أحسن حالتها في البطولة. هم لعبوا ماتش كويس جدا قدام الجزائر واحنا اتفرجنا على الماتش. هم فريق كويس وعندهم لعيبه كويسه وبيلعبوا في مستويات عاليه في اوروبا. الجزائر ما كانتش في احسن حالتها في البطوله، كل الناس تقدر تقول كده، مش حاجه يعني، ما بقولش حاجه ان انا بهاجمهم، ما بهاجمش حد، بس ما كانوش في افضل فرقه ليهم في البطوله، افضل فتره ليهم في البطوله. ف كودي فار قدرت تصعد من المجموعه اول واحنا سانغري انتو ذا ميدفيلد right foot into the corner it goes shot Dubois Cody Dubois to take lead with the left foot. Oh, it's a fine strike to Zizou of Zamalek, and of course, oh, it's a beautifully ski his corner hesitates. And that gives to make it 4-3 Abdelmonem. Oh, it's a beautifully struck. Then Egypt go through to the quarterfinals to take on Morocco. Forward 3-2 up. Oh, he's tipped it onto the, but it didn't, straight down the middle. Omar Kamal, Omar Kamal. The long run up, isn't it? Zaha, Zaha, Zaha. Oh, it's a, he plays for to... إن شاء الله مستعدين لماتش بكرة وكل الناس متحمسة. Send Egypt through. Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah does it! The celebrations for the Pharaohs. Oh, the last eight. نيكولاس بيبي ومحمد ابو جبل، ابو جبل، ابو جبل، والكره في منتصف المرمى وهدف في اول ركله ترجيح امامنا. مصر ان شاء الله في الوصول والترشح. ادي زيزو يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، ايه ده؟ ابو جبل يكون، ابو جبل، ابو جبل، يا جبل يا جبل يا جبل، ما يهزك ريح يا جبل، ما يهزك. الحارس سنجري، سنجري وعمر كمال، ربنا يحفظك، ربنا يحفظك رب. وممكن في الموعد، ادي امامنا سنجري، لعيب لعيب سنجري بهدوء يضع الكره مع الحارس المرمى، الحارس سنجري يا ولد. عمرو السليه، عمرو السليه نفس الزاويه بتاع ابو جابر، ممكن يشيل الثانيه، ممكن يشيل الثانيه، ممكن يشيل الثانيه، لكن على طول المره دي الكره الى المرمى لمواصله التفوق. ومحمد عبد المنعم يا ولد، يا ولد، ولد عبدها اللي كان متعصب، ويلفريد زاها حاططها قوية، حاططها قوية أمامنا، بتبقى النتيجة 4-4، لكن الخمسة قادمة.